100% هو دعوة للضحك، دعوة للمرح، ودعوة للمعرفة أيضا. سيدات سادتي، يسعدني النهاردة أستضيف النجمة الفنانة شهيرة. النجم الفنان محمود لبيب. كابتن عبد الفتاح. كابتن بربرة. على فكرة أنا مش هقول لكم كابتن بربرة كابتن في إيه، إنما خايفة ما تصدقونيش، إنما كابتن بربرة بطلة مصر في ساحة رود الفرج لرفع الأثقال. كابتن نادي علي. نادي علي من نادي الجزيرة، كابتن في الكاراتيه. معنا فريق بنقولها بلغتنا احنا في البرنامج، فريق ليلى نظمي وفريق فايد محمد فايد وأسرته. أهم حاجة إن عايزة أبتدي أول مسابقة، عايزة زوجين يتبرعوا واتنين معاهم. مين عنده يتمتع بالروح الرياضية؟ الزوج تفضل. المدام فين؟ تفضلي. أهلا وسهلا، نحييهم لأنهم هيحط مكياج صعب. أهلا. الاسم؟ محمد مندوش. المدام تتفضل، وعايزين بقى اتنين نفس الحجم. تفضل حضرتك. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا كمان، ادي المدام جايه كمان هتتعرف. اهلا وسهلا. ناقص زوج. زوج يتفضل، نفس المقاس. في تفضل تفضل، نحييه. اهلا وسهلا. الزوجات طبعا احنا هنصور، انا هطلع خالص. تفضل حضرتك كده، هيتصوروا جنب بعض لو سمحتوا. حضرتك جنبيهم، هما هيتصوروا في التلفزيون لمده ثواني، بعد كده هينزلوا وهيطلعوا اخر البرنامج. حضرتك اللي هتتعرفي على الزوج، تفضلوا. زميلنا المكير يتفضل يبدأ الشغل بسرعة، قدامك نص ساعة. عربي شفته وحفظته، اتعرض مثلا كذا مرة كده ورا بعض. دلوقتي الشقة دي عايزين فيها 50,000 جنيه، هنعمل ايه؟ هنجيب منين؟ طيب نتجوز بعد 50 سنة. بعد 50 سنة؟ طب هنعمل ايه؟ عايزه بقى هو انت بيعني يعني ولا ايه؟ ايوه. طب يعني انا هسرق؟ اشكت بقى اللي يعني تسرق. طب وتقدمت ليه لما انت معكش حاجه؟ ما انا ما كنتش عارف الحكايه كده، انا كنت فاكرهم 5000 جنيه بس اللي انا محوشه. بقول لك 50، انت مش عايش في الدنيا ولا ايوه إيه؟ الصفر ده انا ما كانش عندي علم بيه. الصفر؟ ما هو الصفر هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. اي صفر دلوقتي بقى يزود الرقم، يزود الرقم. ممكن بعد احنا لو لقيناه دلوقتي يعني 50. صفر يعمل يعني خلاص ترميني عشان صفر؟ مش احسن ما يبقوا صفرين؟ يعني